يا سلام، سيك سليم. وهنا انت شغلك مو معقول. خليني اروح معين بلزمي. حياتك بتلزمك اكثر من روحتك. خليه يروح معنا صابوني، خليه يروح، بنحتاجه نحن. لا بعدين هاد سليم بحياته ما قوص ولا ضرب نقافي حتى. ايه مالك؟ لا ذكرت اذا ميكي ماوس نقزه هيك. شو فارة؟ ايوه صبحي طالع مسدس تالي. ايوه خلص صبحي خفاه، صار لازم نمشي. يلا بس لدك القميص. نزيه؟ شو بدك بكل هدول؟ ما في نوع واعي ما عندك منه يا زلمه. لفيلم جديد. فيلمك الجديد مو كان مركبه فضائيه نازله على الارض او هيك شيء؟ لا هذا واحد غيره. لسه بدي اعمل فيلم كله معارك وجيوش واقواس وحرب. شو مفكر الدماغ هي فيها فيلم واحد بس؟ هون في افلام ما بتخلص، بس ناطر الفرصه لاعملها. جاي الفرصه جاي. يا الهي كيف شغلك؟ يبدو حريمك على انك ششوها. كل فخده طالعه لقد قدها. مو ظابط؟ يا لطيف شو ظابط؟ اول ما تفوت قائد السكن حيقدر يدير على مكتبه. روح غير، روح استرع على شيء تاتك غير. مشي مشي، اعطيك قياسك مشي. مو ظابط تخاد الرقاصه. Vous avez assez d'essence dans votre automobile? Pardon? Une bougeotte vérifiée avant de la voler. البلد فاضي. بتحس مثل القبر. هي أول مرة بعمري كله بشوف الشام هيك. نوقف على الحاجز وبعدين نتبادل مطارح. ماشي. شو كأنه ما في حدا هون؟ شكله هربوا. كل هالجبروت الفرنسي علينا وعساكرهم عم يهربوا مثل الفيران. اسمع لك صبحي، اسمع انت بالذات، انت يا ميكي ماوس انت اخر واحد بيقعد يحكي على الفيران. قول والله هيك تمام. سليم الشوفير، صبحي المرافق، وانا الكولونيل. الك الناس ما قاماتوا لاميكي. يلا لازم نوصل بسرعه بطلوع الضوء.